فكروا وبنرجع نصور. انا قبل شهرين بالضبط كنت مريض، انصبت بعين. ايه الحمد لله اللي خرج. الحمد لله والشكر. اخذت قدامها قرابة الشهرين وانا مريض، ما ادري اني مريض، يعني عندي لخبطة، ما نام، ما ابغى البيت، ما ابغى عيالي، ما ابغى نياقي، ما ابغى سيارتي، ما ابغى اطلع مشغل سيارتي، بروح الجدة ادور من عند الاشارة وارجع، اول اشارة في الحوية وارجع، اقول لا بروح النياق، اطلع على الكبري حق الدهاس بروح النياق ادور وارجع، توتر وقلق، ما عاد ادري وين اروح. غرفة الاعدادات عندي يا رجال، لا ما عاد نوم، ما نام، واقول لك اصل مرحلة خوف، اصحى من نومي خايف، ما عندي احد. تخاف من وش يا اخوي؟ مرض، اعوذ بالله. العافيه طيب، احمد ربك على العافيه. الحمد لله، الحمد لله والله يا العافيه، ملاذت اني ادور هدوره. طيب وصر علي المصيبه وين جات الفتره هذه؟ انا ماني مستوعب اني مريض، كل شيء يخطر في بالي الا اني مريض، يعني اقول مع ارهاق السنام، مع الضغط، مع الشغل، مع الروحه والجيه، مع القلق على العيالي على بيتي، يمكن اني بس ارق اثرني عطبان ورايحين في يده وانا ما ادري، ويستدعيني الحيوان مهد مخلد. طيب قال بروح انا وياك للنياق. قالك انا يجيني تقفيلات يا ولد، لا ارسل ولا استقبل ولا ابغى احد ولا ابغى احد يرجع. وين يبغى يوديك؟ قال اركب لما نروح للنياق. وداني الحرمه معالجه طبيب الشعب. ايه ما يبغى يعلمك لان ما علمني الا ركبت، لان المريض ما يداني انك تعلم ان العلاج هناك. والله لو قال لي مرت عليه، والله لو قال لي اني ما خوي ولا اركب واني لا صرح ولا اروح، وتكلم علي وانا صابر. والله يقول لي كلام يا ولد، انا ما ادري يا ولد، قطع الخزان، انا مريض غازي. ها يا ولد كذا يفصل علي من غش. يوم وصلنا طال عمرك عند المعالج الشعبي، وقالت لي العلوم اللي قالتها لي اللي ما تنقال، الشق والبعد. مليان يا ولد، جاني حالة ذهول كذا، اطالع في نفسي، استرجع، معقول اني صبرت الفترة هذه وانا ما ادري اني مريض؟ كيف ما ادري عن نفسي اني مريض؟ عطتك ملحموسة؟ عطتني ملحموسة، لا ويطلع من عندي، ما صب علي، ان كان يصب على ظهري بنزين نار تولعني يا غازي. يطلع من عندي طبعا المعالجة، ما تعلمك وش فيك، بالذات انا المريض ما تعلمه وش فيه. يوم قام انا بتطمن، قلت وش فيه يا خاله؟ ان شاء الله نمور تمام. علمتني عاد بوضعك، قالت هذا العلاج خلي استخدمه، واذا فك العلاج يوم واحد ترى ما يستفيد. ومنعتمد الحاشي والبيبسي، والحاشي والبيبس والحموضيات، يعني الليمون والفلافل وهذه. طيب لا. قال طيب، يوم رحت ركبت السياره، لا جالس في السياره احتريني، قال علامي. قلت ما بك شيء. وش قالت لك الحرمه؟ اي قال وش قالت لي؟ قالت خليه يستخدم العلاج هذا. طبعا يا جماعة، المعالجة اذا علمت الشخص المرافق مع المريض تقول لا تعلم المريض، لانك ان علمت المريض تراه ما طاب. اسم ويا شبري، قلت اقدر تاكل العلاج هذا؟ قال ايه اقدر اكل العلاج. قلت اكل العلاج والله يبي يشافيك والطيب، ما فيك شيء، بصحة العافية. والله يعانيت يا ولد، يعان فيني كذا، ما انا عشان ما يفك العلاج، ما لي اقرب قريب غير زوجتي. انا ادق على زوجتي، قلت اسمعي الرجال خليه ياكل العلاج لاني خلص. قالت زيني زي ما تشوف عنظره هذا كبره ما بغرع عنده. يا ولد اني اللي جاني الليل اعوذ بالله اني ادور اني سملقى خص بين الحرمه الله يجزاه خير، والله لو وقفت معي وقفه تحملتني بالوجع هذا، الله يخليها لك. اي والله ما قصرت، تحملتني تحمل يا ولد، وانا نوم بقمس من السرير في الليل الاسود. عاد يوم مشينا اللي هي تنادي وليا، قالت 31 يوم. يوم مشى وي وقف، هذه من المعالجة قالت 61 يوم. الرجال هذا عطى العلاج 61 يوم، شهرين. لا عطتك شهرين، حمدتك شهرين، اعرف ان العلة قوية. 61 يوم وانا اخذ العلاج، ها بقطني الحرمة بالعلاج، نوم باكله ونوم يا الله بالقوة، ولي ترويش ومعها قراية قرآن ومعها. يوم كملت قبل 61 يوم بأسبوع حاجة، طلقة عقال يا ولد. تعرف المطية يوم تفكها زي كذا من العقال ثم تقوم فكت عقال، سبحان الله. يوم اني حسيت بالعافية تعافيت الحمد لله، واطلع من المنطقة كلها وديرها اللي انا فيها، قلت بريح نفسي فترة نقاهة ثلاث ايام. حالك ولا؟ لا انا ابو غازي. طيب ونست العافية، هم وصلت الديرها اللي انا فيها، بغني لي طال عمرك الابيات اقول البارحة، فالشام وعاين الغرب، اونس على تبذي ملايل وحرقة، صحيت من غيبوبة الضنك والكرب، سبت سهم عين الحسود،
درقة بسبابها تاع عن خطاياه عن الدرب. شرقت من كاس العطب وي شرقة ذكرت حالة سالم الزير فالحرب ضيع دروب الحرب غربه شرقة. وشرقه ولادمي فالأرض ما يترك الضرب واللاذة النعمة عرف ويش فرقه يحط صحيح المطايا مع الجرب وشوف سيف البحر ضلعان عرقه ولا ينفع ماله من السرب للزرب اليزرقة تروح من الصدر زرقه. أنا بثبت أني رجال عب الزواج وبوري بوي وبوري الجماعة ورط رحت لي في السد مظلم مصاريف من هنا دولاب مطبخ من هنا أنا مفاصع العقل غير دولاب المطبخ ب24,000 مفاصل المهم تزوجت تقول في عزاء تشوف انك قالت لك على ربع في عزاء ليش فلوس ما في وحاله ما في وبدين وعمل عين وهذا اخذ نص اللي دوني للعرس ما مد ومدات اسمح لي على العبارة من اتعس الزواجات اللي حضرتها في حياتي يا ولد الناس كلها صارت في كربة استراحة حقت مايم مولود ما بحقت عرس اصلا كم استاجرتها ب2000 ريال وحنا في البرد ما حد بجالس في الحوش وانا ما عندي شيء حوار تشوف الطريق عند الجماعه كلها تدري يطبخ عشاء من حق العرس انا بغى يجر لنا مشكله نهار العرس العمال مستلمهم ووفى المطبخ ومهاوشهم السمبوسه يقول زودوا عدد ويوم قلنا زودوا العدد قالوا بفلوس تزود عدد السمبوسه يوم جيت له يفارسهم في المطبخ بقميص السبعة قلت يا ولد ما عدنا بالهم سمبوسة خلهم يعشونا لو بدون شيء ما نبغى سمبوسة كم العانيات بعد العرس 9,000 ريال الصافي الصافي 9,000 ريال يا قلبي ردينا 72,000 يا اخي احنا ما ادري وين احنا ليش ما وحقولنا وين ليش ما جبنا الشعار ليش ما سوينا شيلات عرسك تقول حزة من لا لا دوب على الشضيوف يخلي يجيب شعار وشيلات والشعار يجون وش يقولون في العرس؟ يمدحون راعي الحفل وش عندهم يمدحون ورعي سربوت وبين العرس مو عند السالفة يمدحوني بكذب الحمد لله يمدحوني يقولون قطع عروس الريجين عنده غير ما عندي سالفة انا اخذ حرمتي ورا وخل العرس طيب احنا ليش ما ساعدناه يا ابو حشر ذيك الايام؟ شو ساعدته؟ انا عاد في جدة اروح مطاعم اروح المطاعم على قد حالي يعني. تسكيته بس اسمنا من حاشين عنا العرب في شهر عسل و ثلاث درجات انا اخذ فندق راح جده انا ما طلعت من بيتنا انا علم من المطعم شوايه اللي في شارع السد راح الفندق عفيفه اللي لي نمر ادق على نمر يروح يجيب وراح الفندق عفيفه الذهبيه في عفيف انا وانت داخل عفيف يجيك على اليمين ويكذب يقول انا رايح للشرقيه الكلام انا اصعب فتره مرت علي يمكن تذكرونها يا شباب فتره اللي وقتها تركت التدريس عشان ادخل برنامج من خلال البرنامج لم فزت بالمركز الأول ولا أفتح بعدها سناب والله يوفق وقتها ما حد متقبل الموضوع ما حد متقبل أنك تترك تدرس وتستلم راتب وتروح تدخل برنامج ما تدري تفوز ولا ما تفوز عشان تفتح سناب ولا حد مصدق أن السناب يجيب فلوس فك الله حنا ترى أنا ما قصرنا معك أنا حنا ما قصرنا إيه واضح خلص وش نسوي كنت طابقنا بواحد تمالها مطار وش تارك الوظيفة ورايح انت تقول ابى اصور ومدري وش اصلا من اول حنا اللي يفتح الواتساب ويشغل مقطع بالغلط في العزيمه هذه يستبعدونه من العزيمه اللي بعدها عد كل الرجال يعانون فيكم عادي يتوقع ان الجوال بيجيب فلوس ويجيب مراجل اي والله صور ما حد يقبلها وعيب في المجالس انك تصور جوال وكذا وتطلع لايك انعكستها الحين يمكن لو ما تصور بعضهم يزعل على ما بيمكن الا ويتجمعون عندك عشان التصوير اقول لكم فتره صعبة والله من أصعب الفترات اللي مرت علي لدرجة أن الثقة اللي داخلي اهتزت الله يقلع مثل هذا كانوا يقولون اللي أكره الحين لا سمعته عصفور في يدك ولا عشرة على الشجرة تروح تترك وظيفتك وراتبك وتدور سناب وما سناب يمكن تنجح يمكن ما تنجح تالي ربي يوفقني وأجيب المركز الأول وينفتح السناب ونتعرف على هالناس الطيبين وتزين الامور والرجال اللي كانوا ينتقدون السناب الحين مشاهير السناب ما شاء الله ندعي لك اي صح وشيف وانتم تقولون ورع ما عنده سالفه يترك وظيفتي ويروح يدور الشهره وانت حبت البركه في ذي غالي حنا وقتها انتم يا مخلد انتم بندر بالخصوص يعني كنتم تحطيم ما نفهم احنا مثل البهايم ما ندري وش تسوي ما نعرف اعلام ولا لا حول ولا ما ندري غازي بعدين نصك الطقطق كنا نبغى ناخذ صورته بطاقه الاحوال كذا وشكون ما نهرج غترت يا اخويا في البيت واطلع ومره اغسل اخويا فيها وجهي
نقول تعب. وإذا صورتهم بعد ما جيت وصار عندي سناب لو صورتهم تقول ناقدين علي يعاينون. اي والله انا ولا هم مصدقين اني اعلن ويجيني فلوس ما هم مصدقين. والله العظيم ذبح حد شاذبين. وش تقول يا كذاب انك اني ما دريت بعينك ولا علم بعينك. اسمع اني ما دريت ولا علمت ان فيه فلوس تتجي عشانك صورت اعلان ولا شيء. اقول وش يعطونك مبالغ هذه على وجه. والله اللي صادق ما نعرف هو وننقد علاك والعلم نقول هذا صح المجد دافنيني زراعي. ايه اللي طلع يصور وش يبغى هذا اللي طلع جوالك قدام العوده وقدام الناس في المجلس مليون قدام فيه جراء يقول بصور. شخصيات قويه انا ما اقدر انا الحين ما اقدر اقول موعدين ونوب نعزم وسوينا عشاء وهذا واليوم ما جيت ولا غدا والربع عندي في الغانم والله اني اتحسف ما دوب انزل من نفسي اقول يا الربع اوه مساكم الله بالخير غازي ما جاء ولا عندنا عشاء عشاء التصوير هذا دوار يا فعلا التصوير طلعت العلوم كلها التصوير. والله سبحان الله ولا ما احنا بمصدقين. ثاني نهار متطالبين انا وياه اقول انت شفت الفلوس بعينك دخلت في حساب. قال لا بس هو يقول اللي قدك صدعك كذابين على وش يعطونكم؟ وش على وش يعطونكم فلوس اعلان؟ هذا ربيع علوم ما ندري عنها محبه ناس ودنيا محبتكم يا قلبي انت